معايا حنين. الو، ألو ايوه، ألو، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك انتي؟ تمام، أنا بحب حضرتك جدا. اشكرك، ربنا يخليك يا رب. من ذوقك ربنا يخليكي. أنا ممكن أتكلم شوية، ممكن أطول بس ممكن طبعا أتكلم شوية. طبعا، تحت امرك، انا قاعده عشان تتكلمي، ربنا يخليكي. اتفضلي. أنا مخطوبة من 3 سنين، بس يعني ايه، عايزة خطيبي دوت، وكل ما بحاول اسيبه بيغضبوا عليا وكده، فاهمة حضرتك؟ اوكي، وانا اصلا بحب شخص تاني، و ايوه، اصلا يعني الفرح قرب وكده، ومش عارفة اعمل ايه، ومضغوطة نفسيا جدا، في ستريس كبير قوي عليا، فانا حابة اتكلم. طب يعني هو ليه الشخص التاني ما تقدمش، ولا تقدم وترفض، ولا ايه؟ لا، هو انا اصلا يعني الشخص دوت انا حبيته بعد ما اتخطبت، بس انا كنت عارفة قبل ما اتخطب. اوكي، انا اصلا يعني اصلا الشخص اللي هو يعني خطيبي ايه دوت، عرفتيه وحبيتيه بعد ما اتخطبتي؟ عرفتيه منين، او وانا الموضوع اتطور ازاي وانتي مخطوبة؟ لان انا اصلا ما كنتش عايزة خطيبي ده من الاول، وقلت لهم ان انا مش عايزاه وكده، بس الموضوع جه مفاجئ. بس انا كنت عارفه الشخص دوت من قبل ما اتخطب، بس ما كانش في بينكو حاجة. او ما كانش في ما بيننا حاجه يعني. اه، المواضيع اتفتحت ازاي ان بقى في حاجة وانتي مخطوبة لحد تاني؟ انا ما اديتش نفسي يعني، ما كنتش حابه الشخص التاني خالص. مش مشكلة دلوقتي، سيب الشخص اللي هو انتي مخطوبة له على هقول جنب، انا لحضرتك بتكلم على حاجه، تطور الموضوع بتاعك تطور انتي. الموضوع هو قبل الخطوبه، بس انا ما كنتش عايزه اخد الخطوه ديت غير لما احس الاحساس ده بجد، او لما اتاكد من مشاعري. فاهمه حضرتك؟ فاهمة بس مش موافقة. تمام، whatever بقى اللي حصل، يعني اعمل ايه؟ بس المشكله مش في الشخص اللي انا بحبه، وهو المشكله كان، هو كان موافق ان انت تبقي المشاعر دي بتتطور معاه، وانت يعتبر على ذمة حد تاني. هو هو لا، احنا كان ما كناش موافقين بقى، احنا كنا بنداري مشاعرنا اصلا، بس قلتوها. لا ما قلناهاش، طب كنا امال هي بنداري اتطورت كل ده. المشاعر؟ يعني كان في هي اتصالكم، كان بيبقى اتطورت. في صورة ايه؟ يعني بتنزلوا بتتقابلوا، بتتكلموا في هو التليفون؟ لا، ما تقابلناش غير بعد، برضو غير لما خطبت بعدها بكتير. اه، كان مجرد شات بس ما بيننا بس. المشكلة في الشخص، مش الشخص اللي أنا بحبه، المشكلة في الخطوبة اللي أنا، لا، هي المشكلة انتي، المشكلة أنا إزاي؟ هي المشكلة انتي. طب في إيه؟ بصي، الرجالة تعمل اللي هي عايزاه، احنا يعني ده للأسف الشديد ده واقع احنا عايشينه، حتى لو هو غلط ومرفوض والخيانة واحدة وكل حاجة، بس الراجل لما يعمل اللي انتي أنا ما بتعمليه حاجة، اسمعيني بس، اسمعيني. ما حضرتك لا، هو sort of ان انا دلوقتي لو انا لابسه دبله في ايدي، انا كواحده بنت لابسه دبله في ايوه، ايدي واخص راجل وبكلم واحد تاني، لا معلش، دي خيانه. واللي فهمك حاجه تانية بيضحك عليكي، دي خيانه. انا عايزه افصل الامور، الدبله دي بتتقلع، اعمل بقى مجنونه، امشي على الحيطه، ما فيش حد النهارده حد بيغصب عليه حاجه بس خالص. انا قلعت انا اصلا ما بلبس الدبله. انا اقصد ان يعني انتي مثلا قدام الناس ما فسختيش خطوبتك. قدام الناس، انا ام مجبوره، انا مش عايزه الخطوبه افرضي دي. ان اللي انتي كنتي بتكلميه، خلينا نروح لأسوأ الفروض، افرضي ان اللي انتي كنتي بتكلميه ده بني ادم مش كويس. اوكي، يا ريت ما كانش كويس، على الاقل كنت سبته من زمان. طب خليني بس اكمل فكرتي. افرضي ان هو بني ادم مش كويس، واخد الشات اللي بينك وبينه وراح وراها لخطيبك او لباباكي او لمامتك. افرضي راح وراها لحد من صحابه وصحابه اتكلموا. ما وصلتش. افرضي، افرضي انا بتكلم ان الدنيا بتعمل كده، وانا أنا قبل ما فاهمة. يكون ده كل ده بيحصل، انا بيني وبين نفسي في حد انا ملزمة منه قدام طب ما الناس. أنا قلت له، أنا مش عايزاك، يعني أنا برأت نفسي وقلت له مش عايزاك، وقلت لهم أنا مش عايزاك. نخلص الموضوع رسمي نظمي مش فهمي، عارفة، مش عارفة وبعدين أخلصه خالص. ما نكلمش فاهمة؟ حد.
بنات الناس ما بتعملش كده خالص، وانتي بنت ناس. الحوار مش ان انا اكلم حد او ما اكلموش حتى. ما يبقاش في حد يعني، حبي من بعيد بقى الحب الافلاطوني ده لغايه اما تحلي مشكلتك الرسميه قدام الناس وقدام اهلك حلها واهله. ازاي؟ مش عارفه احلها لا مفيش يعني. كده، لا 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 مفيش كده، مفيش في الزمن اللي احنا فيه ده. ده العيال الصغيرين اللي عندهم 9 سنين و10 سنين محدش بيعرف يجبرهم على حاجه. لا مش موافقه خالص على الوضع اللي انتي فيه تماما. بس يعني أنا بكلم حضرتك بكل صراحة يعني، لو حرفيا أنا مش عارف. التاني ده وضعه ايه؟ ليه ما بيظهرش في، ليه حتى وانتي مخطوبه ما حاولش مثلا هو يتكلم مع باباكي ويفهمه انه انتوا ان انتي مش يعني، ليه ما حاولش يظهر في الصوره؟ لا حاول ها حاول راح لبابا وكلمه، اوكي وهو طبعا رفض، ليه رفض؟ بيقول له ان انا مخطوبة، بس هو عارف ان انا يعني، مش هو انتي عارف بتقولي كنت تعرفيه من قبل الخطوبه حتى وما فيش بينكو حاجه يعني، برضو عينه كانت واقعه عليكي وشايف ان انتي حد مناسب. لان حاجة لا ما اديتهوش الحدود ان هو يجي يكلم بابا في حاجة، ان انا اصلا كنت بدرس وكده، فما كانش في بس دماغي. اخد حدود ان هو يكلمك ويفتح معاكي كلام وانتي مخطوبه؟ لا بصي الرجوله ما بتتجزأش. لو هو هيوافق ان واحد يعمل كده في خطيبته خليه يحط نفسه مكان خطيبك. هو عشان عارف ان انا مش عايزاه، وان انا واجهتهم كلهم، حبيبتي واجهت الشخص اللي حبيبتي معايا. حبيبتي ما الكلام خلصان في حتة معينة. لو انتوا اتنين بتحبوا بعض انتي تبذلي كل مجهودك ان انتي تفكي خطوبتك وما انا تبقيش مرتبطة باسم بذلت حد قصاري كله. وتحاربي بقى عشان تاخدي الشخص اللي انتي بتحبيه. انا بقول لحضرتك بذلت، هي وصلت ان انا اتضربت كذا مرة بسبب الموضوع ده. ماشي ايه المشكلة؟ مش بتحبي حد انتي مقتنعة بيه وحاسة ان انتي بتترمي في الجحيم يعني؟ لكم انا مرمية كده كده، ولكن مفيش اي طب نتيجة. انتي مكلماني النهاردة عشان تسمعي مني ايه؟ قوليلي. مش عشان اسمع منك حاجة، عشان انا محتاجة اتكلم. ماشي اتكلمتي، انتي دلوقتي منتظرة اي حد هيسمع القصة بتاعتك دي هيقولك ايه؟ مش هيقول حاجة. لا انا عايزه اعرف، انت لو قاعده في مكاني نعكس الكراسي، لو انا اللي بكلمك بقولك كده هتنصحيني بايه؟ انا مريم مخطوبه والمفروض انا مغصوب عليا، اهلي غاصبين عليا ان انا مخطوبه لواحد وانا في حياتي واحد تاني والموضوع تطور وانا مخطوبه. عنديش أي فكرة، لو عندي كنت نصحت بيها نفسي. طيب عندي يبقى انا هقولك على حاجه، اعتبريني واحده غلسه، اعتبريني واحده ما بتحبكيش. ماشي الوضع اللي انتي فيه مش صح، بس انا هقول اللي يرضي عليا ضمير يعني، الوضع اللي انتي فيه ده مش صح ما يرضيش ربنا. ولازم تفكري 1000 مرة كمان في نظرتك لشخص قبل ان هو يبقى في حياتك وانتي المفروض رسميا مع حد تاني. دي كبيرة قوي، دي لازم تقفي كده. انتي هتستأمني هو لو حصل كده معاه هيبقى تمام، لو هي لو انتي اخته هيبقى كده تمام. قوليلي لو هو اكتشف ان اخته على علاقة بواحد تاني غير خطيبها هيقتلها. في نفس الظروف هو هتسمعي كده عارفها، جريمة نفس بتحصل ان في الظروف. واحد، لا تقوليلي بقى تشات ومش تشات مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. بصي على المواضيع بطريقه ابعد، ما تبصلهاش مشاعر واصل انا مضغوطه واهلي غاصبين عليا، وادي خطيبك فرصه انك تشوفيه لا صح. ما عرفتش كتير، بس ما عرفتش، ايه اديته كتير بس ما عرفتش. انا مش عارفه اسمعك من الدوشه اللي حواليك يا حنين، انا اسفه. بقول اديته كتير بس ما عرفتش، يعني عشان حاولت انت، لا كتير انت وما لا عرفتش. لا انت مش مدياله فرصه خالص، انت مع واحد تاني لا حبيبتي. لا ما خل... ما هي جت عليا فترة انا طيب بعدت انا عن عايزه اقول لك على حاجه، انا عايزه واديته اقول لك على تاني. حاجه، الوضع ده الوضع ده لا هينفع تدي لنفسك فيه مبررات ولا هتقولي لنفسك معلش انا كان عندي حق لان انا مضغوطه ومجبوره والكلام ده كله، يعني انت كده بتضحكي على نفسك رسمي. وانا شايفه انه حرام تكوني بتظلمي معاكي شخص تاني في سمعته انا قلت له ان انا وفي بظلم عليا سمعتك. وبعد عني، قلت له ابعد عني كل مرضي. انا حاسه ان انت قاعده في محطه مصر انا في البيت، في البيت وبتتكلمي كده قدامهم كلهم وهم ما يعرفوش ان في حياتك حد. لا
لا هم مش سامعين خالص، انا اتكلمت. يعني انا سامعاهم كلهم بس هم مش سامعينك انت اللي قاعده في البيت. لا سبحان الله. لا طيب الموضوع ده يتقفل، الموضوع ده لازم تكوني فيه بتراعي ربنا في الاول وفي طب ما الاخر. انا رعيت ربنا وقلت له ان انا بظلمك معايا ومش عايزاك، هو اللي لا هو رعاية ربنا مش في ان انتي تقولي له انا مش عايزاك وبتاع وانتي من وراه بتعرفي واحد تاني. رعاية ربنا دي بتشمل كل حاجة. رعاية ربنا دي ان انتي لا عايزاه بس مش بتخونيه. انتي وانا فاكرة انه يعني انتي كده عاملة اللي عليكي، انتي كده صح لما قلتي له انا مش عايزاك ومش قادرة اكمل معاكي، انتي صح. ايوه، لان انا من قبل ما احب الشخص ده او من قبل ما احطه في دماغي انا ما كنتش عايزه الشخص اللي هو خطيبي حاليا. انت عندك كام سنة؟ انا عندي 22. عشان كده الوضع كله غلط. عايزة تفكي خطوبة، فكي خطوبة، لان انا شايفة ان انت غلطانة في حق الراجل جدا جدا جدا. وهو كمان غلطان في حقي لما ما ادانيش فرصة ان انا اسيبه. لا حنين انت بتعندي في ايه يا ماما؟ انت بتقوحي في ايه؟ انت عايزة تسمعي نفس الكلام، انت عايزة تسمعيه. انا اسفة مش هدخل في الحوار ده. تمام، شكرا لحضرتك. باي باي. لا يعني ازاي يعني؟ يعني ازاي؟ لا ما يعني انا ساعات كده بستقبل تليفونات غريبة ومواضيع اغرب. مش عايزة حبيبتي تفكي خطوبتك، يضربوكي بقى يحبسوكي خلاص. لا يعني ايه؟ لما الكلام ده بسمعه من بنات او من ستات، لا انا بتخض. لا مش لان الخيانه مسموحه في عند الرجاله وعند الستات، لا بس ان انتم يعني ما تبقاش محلله او خيانه الفكر. انا ما بقولش خيانه جسد ولا خيانه علاقه ولا رحتي في متجوزه من ورا اهلك، لا انا بتكلم حتى خيانه الفكر نفسه. ليه؟ وبعدين انا دايما بشوف بصراحه، انا دي وجهة نظر انا بشوفها، انه الست تحديدا، لا الست دي اللي لازم هتكون في حتة. انت هتبقي ام، انت ربنا مديكي بركة وعزة وتقدير ومكانة. انت بتساعدي في الخلق، انت من خلالك بتتخلق روح تانية، فانت لازم تبقي نظيفة وطاهرة ومخك حلو وقلبك أحلى، ولازم ما تتحكيش ولا على نفسك ولا تتحكي على ربنا. أنا أقعد أقول أنا قلت له أوكي قلت له بقى، فعشان ما اسمعش الكلام فأنا بمشي بقى في سكة تانية. و22 سنة، ما تبرريش لنفسك أي حاجة، أسفة جدا. ويا ريت يكون عندك من القوة لو انت بقى متمسكه بحد تاني، يعني ان انت تروحي تفسخي الخطوبه، واللي وعليا وعلى اعدائي يفسخي خطوبتك يا ستي، حرام عليك. يعني انت تقولي انا قلت له، طب الراجل متمسك بيكي، راجل بيحبك، شريكي، اوكي ساعات بيبقى في حاجات تقل دم كده، عرسان بتيجي تلزق وعرسان بتنكد علينا حياتنا وهتتخطبي له، يعني هتتخطبي له هتتجوزي، بس بيجي عند مرحله لا محدش بيكبر، احنا مش في زمن الاجبار. انا بقول لكم انا متاكده يعني من نسب كبيره جدا حواليا الاطفال الصغيرين ما بنعرفش نمشي كلمتنا عليهم. فازاي يعني؟ اقعدي قاعده حلوه مع باباكي، اقعدي قاعده حلوه مع مامتك، اتكلمي معاهم وكوني معاهم صادقه. ولو ان انا هرجع تاني واقول لك اللي يخونك وانت على ذمه راجل، اللي يبقى معاكي وانت على ذمه راجل تاني، لان معنى ان في دبله في ايدك او مخطوبه له انت على ذمه حد تاني، انت مرتبطة بحد تاني، ده بقى بيعمل ايه؟ الله اعلم. انا اسفة.